اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 28 من ليتس بلاي ريزدنت ايفل 4. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. بدنا نكمل بالتشابتر اللي احنا فيه. راح يكون في عندنا بوس فايت وراح يكون عندنا نهايه الجيم. مش عارف اذا راح يخلصوا بحلقه او تنتين، بس راح اعمل جهد يخلصوا بهاي الحلقه. اول ما تيجي هون راح يكون في عندنا مجموعه، انا هذا ليش لسه مركبه، راح يكون عندنا هوم جروب انيميز كثار، وراح يطلع لنا الزلم اللي راسه راس خنزير اللي معه رشاش. اقتل هذا، هاي اول واحد. ثاني واحد راح يكون هون. اوكي، طبعا برضه راح يكون في دبان. اوكي، انتبهوا هلا. هذا الشارع هون، هذا الطريق زي ما شايفين في الليزر وفي مصايد على الارض، فانتبهوا منهم لانه هدول راح نستخدمهم نقتل فيهم مجموعه من الانميز. واذا انتبهتوا برضو في واحد في معاه روكيت لونشر، فبرضو بدنا نحاول نقتل هذا. تعال هون راح تطلع لنا كمان دبانه. اللي معاه روكت لونشر هون قبله، اقتل الزلم، اقتل الذباب اللي اجت. اوكي، خليه يطخ، بعدين عين عليه واقتله. طخ، يلا شطه. اي في عندك الزلمة هذا هون، ممكن تطخ هاي اللي جنبه. ايه والله ما جتش فيه. يلا ماشي، مش معقول ثلاث طلقات عشان يموت. تمام، هيك مات. هذا طبعا اول ويف، لسه في كمان ما خلصنا منهم. اوكي، هلا لو تطلع هون راح تشوفهم الاثنين اللي في معهم الاسلحه، هم اثنين. هذول راح يطلعوا لك غدر، او اذا انت بتروح تفتح الباب. هلا بمجرد ما تنزل هون الانيميز راح يطلعوا من هذاك الشباك، فانت في هاي الحاله بدك تنزل تمشي هون، تنتبه من المصيده، تنزل لتحت، تخليهم، تحاول تخليهم يموتوا على الطريق. هاي صوتهم طلع. عشان تنتبه من المصيدة اسهل اشي ممكن تعمله دروب هون. انتبه من المصيدة هاي. تعال هون. هاي اول واحد مات. ممكن تستخدم لهم قنابل تسهل حياتك شوي. اوكي، هاي الجروب اللي بعده كمان مات، لسه ما خلصوا اجين.
لود. سامعين صوته الزلمة اللي راسه راس ثور؟ مجرد ما تطلع فوق راح ينزل. فاللي ممكن تعمله هون هو الآتي، شايفين هاد؟ ممكن تخليه يروح عليه. كيف؟ هلا بحكي لكم. مجرد ما تيجي هون، ايوه اجا، انزل تحت شمال. زي ما انتم شايفين فقع فيه اوريدي، امورنا تمام. يا بتخلوه يمشي من هون يا بتيجوا على هاي الغرفة، لأنه إذا متذكرين هاي الغرفة كان فيها برميل. طبعا في حشرات كمان راح يطلعوا. الزلمة يموت. فكرت وما ماتش. اوكي لسه ما خلصوش. هذا الاشي فلاش جرينيد. خلصنا منه تمام. ايش بعد ما خلصنا هدول راح يكون ضايل عندنا كمان كم من دبانه. خذ اللوت هون، في عندنا يلو هيرب. هذا اللي قتلناه هلا نزل لنا برضه لوت. موافق. ده هذا الباب هون محل مكانه التنين اللي حكيت لكم عنهم قبل. مجرد ما تطلع فوق حيطلع لك ثلاث دبانات. اوكي ثلاثة ماتوا. جاهز فوت على الغرفة هاي. يفتحون I believe that's it. ما في شيء تاني تمام. برا هلا في عندك هذا الليزر لازم نحركه. الليزر هذا الحارس تاعه كان الزلم اللي راسه ثور. هون كانوا الذبانات. لف الليزر. وهيك خلصنا هذا المكان. نفتح الباب حيجينا حنلاقي أشلي. في شغلة أنا خربطت فيها، وهاي المشكلة راح تخليني أنا أضطر أعيد الجيم، فأنا بعتذر عن الموضوع. ف
في عندك هذا التريجر، انا كنت مفكر راح ناخذه ليتر اون، بس ابيرنتلي لا. هلا هذا المكان اول ما اجينا على الايلاند اذا متذكرين، اول واحد كان في معاه روكت لونشر، تمام؟ في جنبه كان غرفه وفي عندها برميل وراء صخره، فانا كل اللي في بالي كان انه هذا البرميل بس تفجره بس راح يخليك تلف حوالين الصخره، بس ابيرنتلي لا، هذا البرميل هو هون تقريبا راح يفتح لك الهيدن واي هذا عشان تيجي وتاخذ اللوت اللي موجود هون. فبعتذر على هذا الموضوع، انا ما اخذته، راح اضطر اعيد الجيم مره ثانيه. نيجي هون نلاقي اشلي. Flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sutler! Yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be. ايه ده؟ تو ذا ريسكيو. ايه ده؟ اجت ساعدتنا، الله يرضى عليها. اشلي اشلي دامن. هاي الخريطه اللي حتحكي لنا وين بدنا نروح. احنا بدنا نروح على المختبر تبع لويس اللي اعطانا مفتاحه قبل ما يموت عشان نشيل الحشرات منه. بلش يهلوس ليون. اخيرا وصلنا للبوابه، افتح الباب نفوت على المختبر تاع لويس. This time it has to be different.
Like I told you, I'm gonna get you home safe. هيك بنكون خلصنا تشابتر 15، بدنا تشابتر 16 اخر واحد. We can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. تمام. بلشنا تشابتر 16، في عندنا مجموعة من الشغلات اللي بدنا نعمل معاها انتراكت. أول شيء في عندك الكرسي. ما بدكش تطلق. اوكي. هون. I'm surprised this thing even booted up. First aid. فايل صورة يوروب لابوراتوري 6 دريم تيم. هدول جماعة ريزيدنت ايفل 3. اعتقد او 4 3 او 2 سوري. مش معقول 4. اللي كان بيشتغل معهم لويس. تقرير عن الامبر اللي بدها اياها ايدا. Someone had a field day looting the umbrella labs. اوكي. باي الاشي. شو المفروض. تمام. خلصنا المكان هون. هلا هذا المكان هو نفسه اللي مشيناه ولما كان بهلوث. Sorry. Like I said, we're a team. ولو تكمل دغري من هون هذا باب اول باب فتحناه بس راح يكون مسكر. الاشي الوحيد الموجود بالغرفة هاي هو عبارة عن تريجر. موجود هون. والله اني كويس، اقسم بالله اني كويس. مدام انت كويس انا كويس. خذ اللوت، خذ الطلق كله، خذ كل اشي قدامك لانه راح يكون في عنا بوس فايت سون. هلا هون راح يكون في عنا ثلاث حشرات متخفيين، فاذا بتحب بس تب هي مش اكتر ممكن تركب عليها السكوب. هاد في واحدة هناك، في واحدة هون، في واحدة تحت بس نزل. فيا بتطخهم هلا يا بتطخهم بعدين اللي بريحك. إذا بتحب تحفظ مكانهم برضو بصير.
هلا كان يفترض انه الترجر اللي بدنا ناخده هلا هو اخر واحد، ولكن كوني عكيت فما راح اخذ التروفي، وان شاء الله تكونوا اذكى مني وشيكتوها قبل ما انا امشي هون، تكونوا اخذتوا اداك الترجر. اوكي نيجي هون، هي اخر واحد عندنا، فايل لوت اوزموند. وهيو اخر واحد، فزي ما حكيت هون يفترض انك تاخذ التروفي. ارجع اطلع هون هون عندنا جام باودر، I believe that's it. هون في كمان حشرات، في واحدة هناك، واحدة هناك. وين هاللي هون؟ اوكي اخر صندوق هاد جولد انجوت، تطلع هون 23 من 24، او الوحيد اللي ضايل اللي هو موجود هون في بداية الايلاند، فلا تنسى انك تاخده. افتح الباب تلاقي البياع. هتلاقي خير. هلا انا شخصيا بنصح يكون انا يعني راح العب بالسنايبر، فبنصح يكون معك طلق للسنايبر، انت يكون معك طلق للاشي اللي انت مطوره للماكس. راح يكون في عنا بوس فايت، بس اعتقد راح اعمله في الحلقة الجاي حسب الوقت اللي ضايل لنا. لا مور ذان انف، الحلقة الجاي ان شاء الله بنكمل، حتكون الحلقة الاخيرة، نقتل البوس فايت، بنخلص التشابتر، بنخلص الجيم. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبولي في الكومنتس، بنشوفكم في الحلقة اللي جاي، سلام.